بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لنكمل من حيث توقفنا في الحلقة الماضية في السؤال رقم 60. مع السؤال رقم 61، لن يتم البناء النشط للمفاهيم الرياضياتية من طرف المتعلم في التعليم الابتدائي. عندنا واش بحفظ التعاريف والقواعد، أو بالمشاركة في الأنشطة المناولاتية، أو بالإكثار من طرح أسئلة تساعد على تجاوز العائق المشكل والوصول إلى الحل، أو بالاعتماد على ملخصات الدروس المنجزة. بالنسبة للمقاربة اللي جات بها المقاربة بالكفايات المستعملة حاليا في التعليم بالمغرب، عندنا مقاربة بالكفايات. المقاربة بالكفايات تنبني على المتعلم يجب عليه أن يبني تعلماته بنفسه، بمعنى أن يشارك في بناء تعلمته، وبالتالي فليس بحفظ التعاريف وليس بالاعتماد على ملخصات أو بالإكثار من طرح الأسئلة، وإنما بالمشاركة في الأنشطة المناولاتية. إذن الجواب الصحيح هنا هو بي. النهج الرياضياتي الملائم لحل وضعية مسألة تقويمية بطريقة واضحة ودقيقة هو، إذن دائما عندنا كاين طريقة تقديم الوضعية المشكلة، ثم النهج الرياضياتي الملائم. بالنسبة للنهج الرياضياتي الملائم، هو عندنا مرحلة الفعل، ثم الصياغة، ثم المصادقة، ثم المأسسة. يعني كانت داس ديجا في لاحظنا مرحلة الفعل، حيث تتاح الفرصة للمتعلم ليتلمس الحل بمفرده بتوظيف مكتسباته السابقة، بمعنى يحاول يلقى الحل بنفسه. مرحلة الصياغة، وخلالها تعمل المجموعات، هنا كنخدموا بالمجموعات على صياغة حل مشترك للوضعية. ثم المرحلة التداول، عندنا حيث تتم مناقشة الحلول المقترحة في جامعات الفصل أو جامعات القسم. ثم مرحلة المأسسة، وفيها تتم صياغة الحل النهائي. إذن هنا في مرحلة التداول كتكون مناقشة، بحيث نأخذ الحلول الصائبة ثم نترك الحلول الخاطئة، ما نقولوش الخاطئة وإنما التي لم يوفق أصحابها في إيجادها، وضبط المصطلحات والرموز الرياضياتية المستعملة. إذن الجواب الصحيح هنا في هذه الوضعية هو دي. الوضعية رقم 2، يقدم المفهوم في مادة الرياضيات وفق تدرج يوافق مراحل النمو المعرفي للمتعلم، ويتطور من مستوى دراسي معين إلى مستوى دراسي أعلى. بطبيعة الحال وهذا أمر طبيعي، لأن تقديم المفاهيم يجب عليها أن تراعي مبدأ التدرج، وهذا من مبادئ نتاع الرياضيات، لا بد من التدرج. إذن إلا مشينا هنا، الأمر يتعلق بمفهوم الكتلة، كيفاش كيتقدم هذا المفهوم في المستويات الدراسية. إذن إلا مشينا، غادي نمشي مباشرة للتوزيع السنوي نتاع السنة الأولى. لاحظوا السنة الأولى هنا عندي القياس، لأن الكتل تندرج ضمن مجال القياس. القياس هنا إلا لاحظت هنايا، غادي نجي لهنا، لاحظوا هنايا تقدير ومقارنة كتل، أثقل أخف لهما نفس الوزن، تقدير ومقارنة كتل أثقل أخف لهما نفس الوزن، وبالتالي هنا ما كنصرحوش بالكتلة كمفهوم، من عندنا غير هذا ثقيل أثقل من هذا أو أخف إلى غير ذلك، بمعنى ما كيتقدمش هذا الشيء في المستوى الأول. غادي نمشي نشوف المستوى الثاني شنو عندنا. لاحظوا المستوى الثاني، أول درس فيه في الكتل شنو عندنا؟ هو هذا، تقدير وقياس الكتل بالكيلوغرام والجرام، بمعنى العلاقة بين الجرام والكيلوغرام. إذن إلا جينا لهنا، العلاقة بين الكيلوغرام والجرام هي 2، بمعنى ها هي دي هنا، هي المرحلة الأولى. ثم نمشيو للمستوى الآخر. إلا مشينا للمستوى الثالث، شنو عندنا في الكتل؟ لاحظوا المستوى الثالث،
عندنا قياس الكتل على الكيلوغرام وأجزاؤه، يعني أجزاء الكيلوغرام. إذن لاحظنا هنا أجزاء الكيلوغرام هي واحد، ها هي. إذن ها هي الدرس اللي من بعده كيجي الكتل على الكيلوغرام أجزاؤه، ديجا شفناه، ومضاعفاته. إذن مضاعفات الكيلوغرام هو أربعة. ثم ملي كننتقلوا للمستوى الرابع صافي كنقدموا الكتل، يعني كتكون مفهوم كندخلوا في الامور الاخرى الطن الى غير ذلك من المضاعفات الاخرى. ديال القنطار والطن هو هذا. اذا الجواب الصحيح هنا هو دي. نمشيو للسؤال 64. الدعم التربوي المناسب لتمكين المتعلم من استيعاب المفاهيم الرياضياتية المركبة هو؟ واش انجاز انشطة الكتاب المدرسي، هذا لا يكفي، هذا يقدر يمشي يديهم للدار يخدمهم شي واحد الى غير ذلك. انجاز انشطة على شكل العاب تعليمية، انجاز انشطة الاعمال المنزلية، حفظ التعاريف والملخصات. اذن هذا ليس من هذا، ليس هو دعم تربوي مناسب. انجاز انشطة الاعمال المنزلية ماشي دعم تربوي مناسب، وانما المقاربة بالكفايات. إذا عندنا واحد المفهوم اللي هو بيداغوجيا اللعب، هي اللي كتمكن المتعلم من بناء المفاهيم، بناء واستيعاب المفاهيم. إذا إنجاز أنشطة على شكل ألعاب تعليمية. إذا الجواب الصحيح هنا هو بي. نمشيو للسؤال 65. تتم مقاربة مفهوم القسمة الإقليدية أو الإقليدية في المدرسة الابتدائية انطلاقا من وضعية التوزيع بالتساوي، ومعالجة وضعية التوزيع بالتساوي تسمح بالمناولة سواء كانت باعتماد وسائل محسوسة أو شبه محسوسة، على أن يتم بتوازن مع هذا ربط مفهوم القسمة بالعمليات التي يمكن أن تجرى على الأعداد الممثلة للمقسوم والمقسوم عليه للحصول على الخارج والباقي، وهذا الغرض يمكن الاعتماد على معينات ديداكتيكية مناسبة. إذن شفنا هنايا عندنا التوزيع بالتساوي، ملي كنديرو هذا التوزيع بالتساوي هنا كنتكلمو على جدول التوزيع. شنو هو التوزيع بالتساوي بعجالة؟ إذن هذا المفهوم هذا كيتقدم في إذن القسمة، تقدم أول مرة للتلاميذ في المستوى الثالث، المستوى الثالث عاد كتبدا القسمه، ما كاينش في الثاني، الثاني عندنا الضرب، وانما الثالث كتبدا القسمه، اذا كتقديم المفهوم ديال القسمه. من شنو هو التوزيع بالتساوي؟ نفترض ان عندي مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 ديال الكولل مثلا، بغيت نقسمها على 3 ديال الاشخاص، غنشد هاد الاولى هادي ديرها هنا، هادي نحطها هنا، هذه نحطها هنا، ثم نكملت نرجع عاوتاني، هذه هنا ثم هذه هنا ثم هذه هنا. الان نشوف واش نقدر نوزع هاد الجوج على هاد الثلاثه ولا لا. اذا ما نقدرش، وبالتالي فهذا كيتسمى المقسوم، هاد عندنا ثلاثه الاشخاص، ثلاث اشخاص كيتسمى المقسوم عليه، ثم عندنا هذا الخارج، ثم هذا الشيء اللي بقى هو الباقي. قبل هذا الاخر، هذا الضرب ضروري خصنا نشوفو باش نربطو الامر بالدرس نتاع الضرب الجداء في المستوى الثاني. مثلا كناخذ 4 في عدد يساوي مثلا 16، اذا كنقول مثلا شكون هو العدد، من هذا كيتسمى العامل الاول، هذا كيتسمى العوامل، وهذا كيتسمى الجداء. الجداء العامل الاول العامل الثاني. شنو هو العدد اللي نضربو في 4 نلقى 16؟ إذا المتعلمين اللي كانوا حافظين جدول الضرب في الحقيقة خاصهم يكونوا حافظين. إذا هذا يقول لك هو 4 4. يعني هنا من هنا غادي ننتقلوا للقسمة. إذا الجواب الصحيح هنا هو، إذا عندنا التوزيع بالتساوي باستعمال جدول التوزيع، إذا عندنا جدول التوزيع هنا وهنا، هذه لا هذه لا، بقى لنا واش هذه ولا هذه. إذا عندنا جدول التوزيع والفروق المتساوية، الفروق المتساوية التي تستعمل في الجمع والطرح. بطبيعة الحال القسمة كنستعملوا فيها الضرب والطرح بطبيعة الحال. هذا الجواب الصحيح هنا هو ب. بالنسبة للسؤال الموالي، يتم تقديم مفهوم حساب جداء عددين
كسريين، لاحظوا هنا كلمة مختلفين، عن طريق وضعية ديداكتيكية تتضمن حساب قياس، واش مساحة المربع ولا مساحة المستطيل ولا مساحة الدائرة ولا مساحة المثلث. إلا مشينا لمساحة المربع عندنا الأضلاع متساوية، وحنا عندنا هنا كلمات مختلفين. مثلا كانت هنا 3 على 4، هنا خصها تكون 3 على 4، إذا 3 على 4 في 3 على 4، من هذا ماشي مختلفين. هنا مساحة مستطيل، مثلا إلا كان عندي هنا واحد العدد 4 على 5، هنا مثلا 2 على 3، من هادو عددين كسريين مختلفين. بالنسبة لمساحة الدائرة كتكون عندنا بي فوا ار اس 2 و بي عدد عشاري، اذا ما غاديش نعقدوا على التلامد ب باش ندخلوا هنا الاعداد العشاريه، بالتالي فهذا لا. ثم مساحه المثلث هي حاله خاصه من المستطيل، وبالتالي الجواب الصحيح هو بي، لان مساحه المثلث الا خدينا واحد المثلث بحال هكا، ناخذ الارتفاع مثلا هنا اش، مساحه المثلث هي القاعده في الارتفاع مقسوم على 2. إذن إلا بغيت مساحة القاعدة اللي هي بي في الارتفاع مقسومة على 2، إذن هاد مساحة القاعدة في الارتفاع تعطيني مستطيل، غادي نزيد واحد هاد الجزء هذا غادي نزيدو هنا، وهاد الجزء آخر غادي نزيدو هنا، يعطيني مستطيل، إلا قسمت على 2 تعطيني غير المثلث، لأن بحال عندي 2 مثلثات هنا، وبالتالي فالجواب الصحيح هنا هو بي. بالنسبة للوضعية 3، قدمت أستاذة الوضعية الآتية لتلامذتها، أي شكل فيه نصف عدد النقاط سوداء؟ من هنا المثلث العلمي غادي يحسب فقط، قال لك ما هو المجال الذي تندرج فيه هذه الوضعية؟ واش العدد الحساب ولا الهندسة ولا القياس ولا المسائل؟ هنا ما عندناش المسائل، أنا ما عنديش مسألة، مسألة تحتاج إلى نص، إلى صور، إلى أشكال، إلى غير ذلك. مجال القياس ما عنديش القياس، قياسات ما كاينين كاع. مجال الهندسة ما عنديش أشكال هندسية ومجسمات، ثم هنا عندي الحساب فقط. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله، الحلقة المقبلة مع باقي الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.